يقول اذكر لي اسم فنانة أو مقدمة برامج تقدمت لها ورفضتك. اذكر لي اسم فنانة أو مقدمة برنامج أنت تقدمت لها ورفضتك. هي ترفضني يعني؟ أي ما فيك شيء أصلاً. لأن أنا ما متقدم لأي وحدة في حياتي، هي وحدة تقدمت لها وتزوجتها. ثاني شيء أنا حتى لو ما متزوج هاي زوجتي متزوجها. أتزوج وحدة من خارج الوسط الفني والإعلامي، ليش؟ قل لي ليش؟ لأن إحنا بابة عرب. أيه. والعباس هذا الشقة. أيه. مع احترامنا إلى كل يعني الفنانات والإعلامي، كل إنتاج على راسي. أيه. وهاي مهنة وما بها شيء. لكن انا مثلا اريد واحده مثلا تقعد الصبح وياي تسوي لي، تكون ما عندها شغل. ليش تعطي الفنانات تقعدن بالليل؟ ما افتهمتني. هاي فنانه عندها عمل ترتبط بعمل، اعلاميه ترتبط بقناه. مثلا انا جيت تعبانه اخابرها حضري لي فلان اكله، يعني مو قضيه ان الموضوع هي سيئه او هيك، بالعكس هذا الفن مقدر ومحترم والاعلام والهاي. لكن انا اريد واحده يعني مثلا بيتي تسوي لي اكل. اي بس انا شو اسوي؟ سالتك وجاوبتك.